واحد بيقول هل اذا دعيت على حد وتنيح يكون هذا السبب الدعاء عليه؟ لا طبعا، هو بيموت في المعاد اللي ربنا شاء، مش بسبب صلواتك الصالحة، هو بيموت يعني. يا بنتي فبتقول واتوسل اليك سيدنا محتاجة صلاتك حتى اكف عن الدعاء على الناس. يعني لو انا ما صليتلكيش هتفضلي تدعي عليهم برضو؟ مفروض انك انت قلبك ما يكونش فيه حقد على احد ولا تطلب الشر لاحد، وتكون دعواتك للناس بالرحمة مش تدعي عليهم بالضياع.